ولتسليط الضوء على دخول المسلمين للمشهد السياسي في أمريكا، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الدكتور صفي الدين حامد، مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية نبدأ مع دخول المسلمين للحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف كان تفاعل الجالية المسلمة مع الحدث؟ هل هناك حماس لذلك؟ مساء الخير وتحياتي لكل لك ولكل المشاهدين. حياك الله. طبعا المشهد في أمريكا بالنسبة للمسلمين بيتغير كله إلى الأحسن، بيتطور. طبعا احنا عارفين ان في بداية الستينات والسبعينات كانت في موجات بالذات من العالم العربي والعالم الإسلامي بعد سنة 67، تدفق كثير من هؤلاء المهاجرين في هذا الوقت، كانوا طبعا جديدين على الحياة الأمريكية وكانوا متهيبين من الدخول في السياسة. لكن الأجيال الثانية، أولادهم وبناتهم والثالثة بقى أحفادهم، طبعا هذه البلد الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بلدهم، يعني هم بيشعروا أن هم مثلا أمريكيين أكثر مما هم عراقيين أو سوريين أو مصريين. فأصبحت هذه البلد ليست غريبة عنهم، بل بالعكس هي بلاد جدودهم هي اللي ليها يعني أشياء نقدر نقول يعني ذكريات بيزوروها وكده. فالدخول أولا الولادة والجنسية والتعليم والاندماج في العالم في المجتمع الأمريكي جعلهم يحسوا بالطبيعية في ان هم يزولوا الحياة السياسية، وهم يعلموا قضاياهم تماما، وشاهدوا في 30 سنة الأخيرة بالذات او 40 سنة الأخيرة يعني المشهد كيف يتحول في العالم العربي والعالم الإسلامي الى أزمات كثيرة، يشعروا ان هم ممكن يمثلوا عنصر أساسي في تكوين السياسة الخارجية لأمريكا، ولذلك ابتدأوا يندمجوا ويظهروا على السطح حاليا الحقيقة بمظهر مشرف في كثير من الولايات وعلى الساحة الفيدرالية أو الوطنية. كيف سينعكس دخول المسلمين لمعترك السياسة على أوضاعهم في أمريكا؟ وهل هناك سياسة واقعية لمواجهة العنصرية المتصاعدة؟ اولا يعني هم زي ما بقول لك بيدخلوا تدريجيا في المشهد، وهم فاهمين المشهد الامريكي طبعا تماما، ان السياسه في امريكا بتبدا على المستوى المحلي. فبنجد ترشيحات كثيره من المسلمين الحقيقه، يعني حتى في الضاحيه اللي انا اعيش بيها، سيده مسلمه كانت باكستانيه الاصل و ورشحت نفسها الى انها تصبح المسؤوله عن التعليم في هذه المدينه الصغيره. فيعني هو ده المهم، ان التدرج من المحليات والى الولايات الى انتخابات الولايات، وبعدين اخيرا طبعا على المستوى الوطني اللي هو على مستوى الحكومه الفدراليه بالذات في الكونجرس وفي يعني كل جهات القضاء وخلافه. فيعني هو فهمت الخريطة، وطبعا لا شك ان في مؤسسات انشئت خصيصا منهم المعهد العربي الامريكي اللي هو الارب امريكان انستيتيوت، والحقيقه مؤسسه كان جيمس زغبي وما زال يعني مشرف عليه، وده بيساعد كل من يريد من العرب والمسلمين انه ينظم حملته الانتخابيه ويضع استراتيجيه عامه. وهو يشكر ليه الراجل على الساحه بقى له اكثر من 45 عاما، الى جانب طبعا مؤسسات عربيه كثيره واسلاميه. يعني طيب، يعني هؤلاء المرشحين هل لديهم اي حظوظ في انتخابات الكونغرس المقبله؟ شوف الكونغرس الحقيقه يعني نحن سعيدين حاليا في على مستوى مجلس النواب لنا في عضوين مسلمين، منهم كيث أليسون وشخص آخر، كيث أليسون من ولاية مينيسوتا. في على يعني الحقيقة في على مستوى الولايات الكثيرين،
يعني سمعنا يعني قريبا في مجلس النواب على يعني مستوى الكونجرس سيدة فلسطينية رشيدة انتهى الأمر بأنها كسبت الانتخابات وستدخل مجلس النواب، وهو طبعا فرصة جميلة جدا، أولا سيدة وعربية الأصل وفلسطينية تحمل هموم الحلم الفلسطيني إلى جانب الحلم العربي والإسلامي وكل شيء. ولازم لا أنسى أن أنا طبعا أذكر أن في مؤسسة بالذات اللي هي مؤسسة كيف Council of American Institute ده الأفيرز، يعني ده الحقيقة بقاله على الساحة فوق ال 40 45 عام ويدافع عن الحقوق، يعني هو منظمة حقوقية تدافع عن المسلمين ضد الاضطهاد. احنا نعلم ان في صناعة كاملة في امريكا بيدفع فيها فوق ال 200 مليون دولار سنويا، يعني وهذا مبلغ ضخم جدا كله يعني للدعاية ضد الإسلام. طيب ومع يعني في المقابل نريد أن نعلم ما هي أصداء دخول المسلمين للميدان السياسي داخل المجتمع الأمريكي وصناع القرار هناك. هو أهم شيء هو اللي احنا بنسميه نورماليزيشن. نورماليزيشن هي التطبيع، إن دلوقتي أصبح في كل مكان سواء على المستوى السياسي يعني في المحليات في الولايات في أماكن صنع القرار من العادي جدا أن يكون في واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من المسلمين. هذا كان غريبا جدا، وأنا عشت في هذه الـ يعني في هذه البلد فوق ال 45 سنة، هذا كان شيء غريب جدا. كان حاجة طبيعية أن مثلا ممكن يكون مساعدة الرئيس أوباما مسلمة وكانت ومش اكتر ومش واحد او اثنين ثلاثة او عشرة يعني، وهكذا في كل وزارة ممكن ان انت تلاقي. فعملية التطبيع هذه مهمة ثقافيا، ما تلاقيه حد في مدرسة مثلا ثانوية الا ما كان صديقه جاره مسلم وهم يعلموا. وطبعا المساجد اللي هي ناجحة المساجد اللي هي واعية بتفتح ابوابها مرة في السنة أو مرات في العام كي يعني تدعو الجيران والجنسيات الأخرى والديانات الأخرى أنهم يجيئوا في اليوم المفتوح. واليوم المفتوح ده بيبقى عبارة عن يوم تعارف، يأكلوا الأكل من البلاد الإسلامية المختلفة، يناقشوا الفرق ما بين القرآن والإنجيل والتوراة وأشياء زي كده، وكثير منهم يحضروا مثلا صلوات الجمعة إذا دعوا. فالحقيقة يعني أنا متفائل جدا بالمشهد، وأعتقد أنه بإذن الله يعني في تصاعد، وأعداد المسلمين دلوقتي وصلت إلى أكثر من 6 مليون الحقيقة ما نعرفش بالضبط، لكن يعني لا أستغرب إذا كانت زادت عن 6 مليون أو 7 مليون بكثرة طبعا الهجرات واللاجئين وخلافه. مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.